استاد صباح السالم بالنادي العربي استقبل لقاء الكويت حامل اللقب بالموسمين الماضيين بنظيره برقان الطامح لتحقيق مفاجأة والوصول إلى المباراة النهائية لأول مرة في مسابقة كأس سمو ولي العهد. أدار اللقاء الحكم هاشم الرفاعي والكويت هاجم مرمى برقان سريعا، فيصل زايد يمرر إلى العكايشي والشريفي يتصدى للفرصة. فهد الهاجري أرسل عرضية وصلت إلى راس سيسوكو وكرته مرت بجانب المرمى. الحكم هاشم الرفاعي يعود إلى تقنية الفيديو ليشهر البطاقة الحمراء بوجه المدافع أحمد عليان ليكمل برقان المواجهة بعشرة لاعبين. ومن لعبة ثنائية جميلة بين فيصل زايد والعكايشي سجل فيصل الهدف الأول ليتم إلغاء الهدف بداعي التسلل. لم تمضي سوى دقائق قليلة ليأتي فيصل زايد ويرسل عرضية مثالية ليترجمها بالشباك المتقدم فهد الهاجري. الكويت واصل أفضليته المطلقة وعرضية ديمبلي تصل إلى جمعة سعيد الذي أضاف ثاني أهداف فريقه، لينتهي الشوط الأول بتقدم الكويت بهدفين دون رد. مع بداية الشوط الثاني جمعة سعيد سنحت له فرصة لإضافة الهدف الثالث لكن كرته ذهبت لركنية. البديل أحمد حزام ومن مجهود فردي جميل كاد أن يعزز من تقدم فريقه لكن المحاولة لم يكتب لها النجاح. التونسي خالد بن يحيى أراد أن يسجل هدف تقليص الفارق من تسديدة لم تشكل خطورة على مرمى حميد القلاف لتنتهي بعدها المواجهة بفوز كويتاوي بهدفين مقابل لا شيء. يمكن مباراة حسمناها من الشوط الأول والشوط الثاني طبيعي راح يغلى الرتم، ومباريات يمكن قبل النهاية تكون دائما يمكن الفريق الأذكى هو اللي ياخذها مو الفريق الأقوى، والحمد لله حققنا مطلوب تهني النهاية. فيصل سجلت هدف جميل لكن للأسف ما اكتمل بداية تسلل. الحمد لله يمكن الفار شوي مرات زين ومرات مو زين فطلع مو زين، حظه معي مو زين. الأمانة يمكن احنا في بعد نهاية دوري التصنيف قعدنا مع بعض اجتمعنا مع بعض احنا كلاعبين جهاز فني إداري رئيس نادي، الأمانة يعني شفنا في سلبيات كثيرة في الفترة الأخيرة لكن نادي الكويت دائما في الاستحقاقات المهمة يكون متواجد وبقوة، وصول النهائي هذا كالعادة في السنوات الأخيرة تعودنا أن نكون في النهائي، نهائي كبير جدا بين القادسية والكويت مع احترام الجميع الفرق لكن بالفترة الأخيرة شفنا القادسية والكويت في النهائيات. ترجع في وقت صعب صراحة الأمانة، كنا من أول دشينا مركزين كنا ناويين نسوي شيء اليوم، كنا نطمح اكيد بروح النهائي مع كل احترامياتنا نادي الكويت، اضطر جاء بوقت صعب صراحه الامانه اللي بعث لنا شويه الامور، حاولنا نتعامل ونتكيف مع الوضع، حاولوا الشباب بدنيا ما تقدر تلعب انت حمل حمل على اللاعبين وتلعب ضد نادي الكويت وقبل النهائي وتلعب ناقص لاعب، بصراحه لو تجمعهم الكل وتشوف مكونات الكل تلقاها صعبه. برقان بعشرة لاعبين يسقط امام الكويت ويودع كاس سمو ولي العهد. لا جديد يذكر ولا قديم يعاد، الكويت يصل إلى المباراة النهائية لكأس سمو ولي العهد للمرة السابعة على التوالي ويضرب موعد مع القادسية في مباراة نارية. فواز الصلال لبرنامج الديربي.